بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا ببلوغ شهر الصيام، شهر القرآن، شهر رمضان، أسأله عز وجل وهو السميع المجيب أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وأن يجازينا عليه زيادة إيمان في هذه الدنيا وحياة طيبة فيها، ورضوان من الله عز وجل في الأخرى، وسكن الجنان، ومجاورة النبي عليه الصلاة والسلام، والتمتع بالنظر إلى وجه الرحمن، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما أسرع الزمان، ها نحن قبل فترة وجيزة نريد استقبال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، ثم ها نحن نودعه، ولكن السلوى لأهل الإسلام أنهم ينتقلون من موسم خير إلى موسم خير آخر، ومن فرصة يتاجرون فيها مع ربهم عز وجل ويحيون فيها الحياة الطيبة، إلى فرصة أخرى مع رب كريم عظيم جليل، وأيضا نموذج آخر لحياة طيبة في هذه الدنيا. وهذا شأن المؤمن، فهو ينتقل في هذه المواسم ليسعد في كل موسم بما جعل الله عز وجل فيه من الخير وأبواب المتاجرة معه سبحانه وتعالى. رمضان جاء، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أهل الإسلام أن أعاننا فيه على الصيام، ومن فضل الله عز وجل على الكثير منا أهل الإسلام أن كان لهم نصيب من القيام وتلاوة القرآن، ومن الجود والإحسان وتفطير الصائمين، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا. جاء شهر رمضان فجمعتنا بيوت الله، جمعتنا في صلاة النافلة التراويح، بعد أن كانت تجمعنا بفضل الله عز وجل في الفروض الخمسة في كل يوم، فجاء رمضان ليزداد الاجتماع واللقاء بالإخوة في بيوت الله من خلال هذه العبادة صلاة التراويح. وهذا هو الدين، هذا هو الإسلام العظيم، هذا هو وحي السماء، هذه هي رحمة رب الأرباب، هذه حكمته العلية. فإن اجتماع الناس وتقاربهم والألفة تكون بينهم مطلب
ومراد رباني عظيم في هذا الإسلام وفي هذا الوحي وفي هذا التشريع الكريم الذي نزل على النبي المبارك عليه الصلاة والسلام. لقد ملئت آيات القرآن الكريم حثاً وترغيباً وتصريحاً بهذا المقصد العظيم الاجتماع، كما أنها ذكرت تحذيراً ووعيداً من الافتراق، وبينت آية القرآن الكريم أن الأخوة تشريع عظيم وطريق للاجتماع رئيس، أخوة الدين والتلاقي على هذه العبادات والتلاقي على صنائع المعروف والتلاقي على فعل الخير والتلاقي على طريق الإصلاح بين الناس وجمع الكلمة والتلاقي على معالجة الأفكار السيئة التي تنقل العداوة وتثير الشحناء وتؤسس للحسد والبغضاء والتي تزرع الفرقة بين المسلمين أفراداً وبين المسلمين أقارب وجيران وبين المسلمين كمسؤول وراعي ورعية، أن تكون المعالجة لكل فكر يوجد هذه الفرقة فهو من الدين، أي معالجة كل ما يريد تلك المقاصد المنحرفة السيئة والتي ثمرتها فرقة ونزاع وشقاق وتشتت ثم رفع توفيق ونصرة من الله سبحانه وتعالى. رمضان كان غذاء لهذه الأرواح فتلاقت واجتمعت، تلاقت في بيوت الله كما قلت، وإن كنا نعيش فترة استثنائية في هذا الجانب بنزول هذا الوباء الذي نسأل الله جل جلاله وهو القوي القادر وهو الرؤوف الرحيم أن يرفعه عن المسلمين وعن الأمة، فكم شعرنا أن هذه الفرقة والتباعد بيننا في الصفوف أوجدت ألماً في نفوسنا، لكنها أيضاً هي رحمة الإسلام بنا بأبداننا بصحتنا بمصالحنا بعيشنا. ولكن الإنسان قد ألف أن يلتقي القدم بقدم أخيه وأن يوضع المنكب بجوار منكب أخيه وأن يجد ذاك التلاحم بين إخوانه المسلمين. وها نحن اليوم يقترب توديعنا لشهر الصيام لننتقل إلى موسم آخر، ولكن ما أحكم الله وما أرحم الله، فبعد أن ربى عباده المؤمنين على محبة مواسم الطاعات لأنها تزيدهم قربا من الله ولأنها تفتح عليهم باب العطايا الكريمة من الله جل جلاله ولأنها تشعره بعزة الإسلام ودين الإسلام عندما يرى الناس وقد أقبلوا على طاعة الله عز وجل. ينقضي رمضان وهذه النفوس الملتاعة التي يؤلمها فراق موسم الطاعات
فيأتي الخبر بسلوى لها بأنه ما إن ينقضي شهر الصيام، شهر نزول القرآن، شهر البركة، شهر العتق والمغفرة، شهر العطايا والجود والكرم، إلا ويدخل الناس في موسم عظيم آخر، موسم الحج، وتبتدئ أشهر الحج بليلة الإعلان بنهاية شهر رمضان ودخول شهر شوال، هو معناه أن أشهر الحج قد بدأت وأن زمنه قد حل. وهذه أيضا بشارة، فلئن كنا يعز علينا فراق شهر الصيام فإننا نفرح بأن الله بلغنا وأدخلنا أشهر الحج. ثم كان ذاك الدخول والخروج، الخروج من موسم عبادة والدخول لموسم عبادة، كان بتلك الشعيرة العظيمة التي هي العيد، عيد الفطر، تلك المناسبة السعيدة التي يسعد الإنسان ببلوغها. وسبحان الله، هذا التشريع العظيم، لئن كان رمضان غذاؤه للأرواح وللإيمان وللمدارك العلية والمبادئ العظيمة الرفيعة، فيأتي العيد ليجد الإنسان أيضا في أن هذه الشريعة راعت غرائزه، فتجعل له فسحة، تجعل له فسحة في مطعم، وفسحة في ملبس، وفسحة في فرح وتهنئة، وفسحة في لهو مباح بين الأهل والأقارب والجيران والإخوان. يجد في العيد مظهر التقارب، مظهر الصفح، مظهر الاجتماع والتلاقي والسعة في ذلك كله. فما أعظم هذا الدين الذي أشبع فينا ما أوجده فينا، ما أوجده فينا من طاقات وقوة ومدارك وغرائز، أشبعها بهذا التوازن العجيب وبهذا التشريع الكامل. وصدق الله حين قال جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشرائع الدين وشعائر الإسلام تتجه نحو هذا المقصد العظيم، أن تجمعنا لا أن تشتتنا، أن تؤلف بين قلوبنا لا أن تفرق بينها، أن تزرع الحب لا أن تزرع البغضاء، أن تزرع التعاون لا أن تزرع التخلي والإعراض، أن تبني فينا المسؤولية نحو بعضنا البعض. هذه تشريعات الدين وهذه شعائر الإسلام العظيم. فيأتي العيد ليكون مظهره الرئيس هذه القضية، فإن مظهر العيد هو اجتماع، هو ألفة، هو محبة، هو تقارب، هو تواصل، هو عطاء، هو جود، هو إحسان، هو ابتسامة، هو سلام، هو عاطفة، هي مودة ورحمة من الكبير نحو الصغير، هي احترام وتقدير وصلة من الصغير نحو الكبير. هذا هو مظهر العيد. وما أجمل العيد عندما تكون هذه مظاهره، وما أجمل موسم ننتظره عندما تكون هذه مظاهره، عندما تعلو الوجوه تلك الابتسامة، وعندما تكون النفوس قابلة أن تصفح، أن تسامح، أن تنسى
الشحناء أن تنسى أذى حصل أو خطأ ورد، أن تنسى ذلك كله وأن تستشعر أنه لا ينبغي أن يكون في العيد إلا ما يسعد القلوب ويؤلف بين قلوب المسلمين. أيها الإخوة الأكارم، وحتى أيضا يكون لهذا الكلام أثره وليكون له فاعليته كما عودتنا شريعة الله عز وجل، فإننا نحتاج أن تتضح لنا معالم تضبط لنا تحقيق هذه الغايات. وإن من أعظم ما يوصلنا إلى تحقيق تلك المقاصد حينما نعرف تلك المقومات الرئيسة التي جاءت بها شريعة رب الأرباب عز وجل لتحقيق الأخوة بين المسلمين، وأعظم ما يجمعنا هو هذه الكلمة الأخوة في الله. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. هكذا جاءت آيات القرآن، هكذا دل صريح القرآن على هذا الاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة نعمة عظيمة من نعم الله، الله عز وجل يمتن بها على العباد. فلذلك حتى كما قلت يكون الأمر محزوما بضوابط من خلالها يحقق الإنسان تلك الأهداف، فإننا نريد أن نقف على مقومات هذه الأخوة التي يحبها الله عز وجل والتي بالتزامنا بها يتحقق لنا تلك المصالح العظيمة، ويتحقق لنا ذاك المظهر الذي يفرحنا جميعا: مظهر التلاقي والتواصل والمحبة والاستئناس في اللقاء. فأولا أن هذه الأخوة تقوم على الإيمان بالله تعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الأخوة إنما قامت بين الناس على تلك الأصول العظيمة رفيعة القدر. فإذن هذا الأمر الأول، فالله عز وجل جعل هذا الرباط مقدس وجعل له من التعظيم والمكانة ما يجعلنا نحرص عليه وننظر إليه على أنه شيء عظيم لا نفرط فيه ولا نتنازل عنه ولا نتهاون فيه، فهو ميثاق. ثم ثانيا أن هذه الأخوة من مقوماتها تحقيق التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وهذا أمر الله الصريح: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثالثا التناصح. الدين النصيحة، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم. ورابع هذه المقومات التراحم،
التراحم فيما بيننا، أن يكون هذا الخلق الذي جعل مقصد البعثة متمثل فيه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. التراحم، أن يكون التراحم أحد المقومات الرئيسة لتحقيق مبدأ الأخوة. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذن هذا مقوم رابع تضبط به علاقة الأخوة وترتقي في منازل العطاء وجمال المخرج لمن ينظر إلى المسلمين وهم يتعاملون فيما بينهم. فالرحمة تمثل مقوم رئيس لتحقيق هذا المراد. أما المقوم الخامس فهو التباذل والإيثار، البذل والعطاء، الجود والكرم، النصرة. إذن أمر التباذل والإيثار. قال الله عز وجل مادحا المؤمنين: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليجد على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليجد على من لا زاد له. ونجد كيف يعان الإنسان على نفسه بهذه التشريعات العظيمة، فالعيد يأتي ونجد ذاك التشريع العظيم يشرع للأغنياء ويشرع لهم زكاة الفطر ليجودوا بها على الفقراء فيجدون سعة في يوم عيدهم. أما سادس المقومات فهو كف الأذى وإفشاء السلام، والربط بينهما ربط عجيب. كف الأذى، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الذي لا يتأذى منه المسلمون بقول يجرح مشاعرهم، لا يتأذى منه المسلمون بغيبة، لا يتأذى منه المسلمون بنميمة، لا يتأذى منه المسلمون بشهادة زور، لا يتأذى منه المسلمون بسب وشتم، لا يتأذى منه المسلمون بضرب واعتداء. هذا هو المسلم. ثم هناك مظهر يدل على أن الناس سيأمنون منك في هذا كله، هو أن تعلن السلام. فالسلام أي تقول لمن ألقيت عليه السلام: أنك ستكون مني في مأمن، لن يصلك مني ما يؤذيك، لن يكون مني نحوك ما يجرحك ويجرح خاطرك، لن يكون مني تعدي في أخذ حقوقك أو امتهان لكرامتك ومكانتك. فهذا هو السلام الذي شرع لنا والذي وجهنا أن نلقى به من نقابل من إخواننا، بل أن نبادرهم، وأن المبادر هو الأخير والأفضل في ميزان الله، لأنه يبادر بإعلان أنه سيؤمن من لقيه ولن يجد هذا الذي التقى به أذى منه. إذن هذا السادس. أما السابع فهو التعامل مع الناس بحسن الخلق. بحسن الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
شرع لنا أن نلقى إخواننا بوجه طليق، شرع لنا أن نحسن لإخواننا، أن نرحمهم، أن نجود عليهم، أن نعاملهم بالأخلاق الكريمة، الرحمة وغيرها. أما ثامن تلك المقومات فهو التصافح والتسامح، أن تصفح وأن تعفو وأن تسامح، وأن لا تقف عند الزلة طويلا، وأن لا تقف عند الخطأ كثيرا، وأن تحمل الإنسان على غالب ما يأتيك منه، فإن كان منه الإحسان وإن كان منه كف الأذى هو الغالب، وإن كان منه نبل التعامل، فإن جاءت الخطيئة فلا تقف عندها طويلا، بل اعفو وسامح واصفح. هكذا جاء الأمر الرباني والتوجيه الكريم من الله جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء الذين بشروا بأنهم سيرثون الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فكن في عيدنا هذا ممن يصفح وممن يسامح وممن يعفو وممن يبادر بالسماح والعفو. كن السباق، كن المسارع لهذا الأمر، ولا تتأخر، ولا تقل ليقم الطرف الآخر بالسماح والعفو، بل كن أنت المبادر. وفز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فكن أنت الأخير وأنت الأفضل وأنت الأعلى، بادر، فكل من بينه وبين أخ له وبين قريب له وبين جار له أن يسارع بأن يغتنم العيد السعيد لهذا الأمر. فهذه ثمانية مقومات تعين على تحقيق الأخوة. ثم احذر من قطاع الطرق بينك وبين تحقيق هذا الأمر، وأذكرك بثلاثة هي من أعظم ما يقطع الإنسان عن تحقيق تلك الغايات النبيلة العظيمة. أما أولها، أحذرك إبليس، عدونا الأول، عدونا الأطول، عدونا اللدود الذي لا يريد لنا الخير. فالله عز وجل أعلمنا بأن إبليس عدونا، وأعلمنا أن من أعظم ما يسعى في عداوته لنا أن يفرق بيننا، أن يفرق بيننا وأن يوجد بيننا الشحناء والفرقة، وأن يبغض بعضنا في بعض. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يغرس بيننا الشحناء. أما قاطع الطريق الثاني فهي نفسك الأمارة بالسوء، عندما لا تكون النفس مطمئنة، وعندما لا تكون النفس طيبة، عندما يعتريها المرض ويشوبها ذاك المرض، فيظهر هذا المظهر لها فتكون أمارة بالسوء. فاحذرها، احذرها، احذر نفسك التي تدفعك أن تغتاب أخا لك، احذر نفسك التي تدفعك أن تشهد على أخيك بشهادة زور، احذر نفسك الأمارة بالسوء أن تدفعك إلى أن تؤذي أخا لك في الله، احذر نفسك أن تدفعك إلى القطيعة وأن توجد في نفسك الكبر فلا
تعفو ولا تصفح. فلذلك النفس الأمارة بالسوء قاطع طريق بين المسلم وأن يقيم أخوة الإسلام على وجهها الصحيح الكامل. أما القاطع الثالث فهم إخوان السوء، إخوان السوء الذين لا يأمرون إلا بالباطل، وقد حذرنا الله، حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا من أن نتعاون على العدوان وعلى الفساد. فلذلك كن بعيدا عن كل من يدفعك للقطيعة وإيذاء المسلمين، وأن تكون عنصر شؤم على الناس، فابتعد عن هذا الصنف من الناس. فهذه ثلاثة أمور تقطع الطريق بينك أيها المسلم وبين تحقيقك لأخوة الإسلام الجميلة. فأهنئكم بقدوم العيد، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عتقاء شهره الكريم، وأن يجعلنا ممن يبلغ للعيد السعيد وبلوغ أشهر الحج، وأن يكرمنا بالحج لبيته العتيق، إنه جواد كريم سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.